قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الروسية استخدمت تعزيزات عسكرية نوعية إلى نقاط وجود قواتها في محيط ريف محافظة إدلب شمال غرب سوريا، في حين جدد الطيران الروسي غاراته على محيط قرية عرب سعيد بريف إدلب الجنوبي مخلفا أضرارا مادية. تفاصيل أكثر في التقرير الآتي. للمرة الأولى منذ دخولها سوريا استخدمت القوات الروسية تعزيزات عسكرية نوعية إلى نقاط وجود قواتها في محيط طريف محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. المرصد أكد أن التعزيزات الروسية الجديدة تمركزت في كفر نبل ومطار أبو ظهور العسكري، مبينا أن التعزيزات تتألف من مسيرات من طراز غاستيلو محدثة وهي لأهداف انتحارية، ومنصات إطلاق مسيرات هجومية من طراز FFV مزودة بنظام الواقع الافتراضي المعزز، مشيرا إلى أن تلك المسيرتين تدخلان للخدمة في سوريا لأول مرة. القوات الروسية استخدمت إلى المنطقة أيضاً 35 آلية عسكرية ولوجستية ومدافع وراجمات وجنوداً بحسب المرصد السوري. ميدانيا جدد الطيران الحرب الروسي غاراته الجوية على محيط قرية عرب سعيد بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، فيما قصفت قوات الحكومة السورية محيط قريتي كفر نوران بريف حلب الغربي وسرمانية بريف حما، تزامنا مع قصف آخر طال بلدة معارة النعسان شمال محافظة إدلب. في الأثناء قتل ضابط من قوات الحكومة السورية جراء استهداف لهيئة تحرير الشام الإرهابية جبهة النصرة سابقا على محور جبل أبو علي بريف اللاذقية الشمالي. وتشهد مناطق بأرياف حلب وإدلب واللاذقية هجمات واستهدافات بشكل شبه يومي تنفذها قوات الحكومة السورية من جهة والفصائل التابعة للاحتلال التركي من جهة أخرى. من دمشق رحب بالعميد المتقاعد سهيل تلجا، خبير عسكري واستراتيجي ومحلل سياسي. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد معنا في برنامج حديث اليوم. بداية، ماذا وراء برأيك استخدام روسيا لهذه التعزيزات التي وصفت بالنوعية إلى نقاط وجود قواتها في محيط إدلب؟ بداية، أسعد الله مساءكم ومساء مستمعيكم الكرام. الحقيقة بعد العملية القذرة التي قامت بها الفصائل المسلحة في الكلية الحربية كما تعلمون، والتي أودت بحياة الكثير من الأهالي والعائلات والأطفال والضباط الخريجين جدد الذين لم يشاركوا في الأعمال القتالية، بالتأكيد تم اتخاذ قرار بتشديد الهجمات والقصف على هذه المجاميع المسلحة، حيث انطلقت هذه الطائرة المسيرة الانتحارية التي قصفت الكلية الحربية. بالطبع الهجمات لو غطت عليها أحداث غزة حاليا، ولكن الاشتباك حامي الوطيس في تلك المنطقة باتجاه سرمين واتجاه جبل الزاوية دير سمبل، يعني الاشتباكات مستمرة في تلك المنطقة إلى أن يتم استئصال شأفة الإرهاب في تلك المنطقة، التي كما نعلم جميعا يعني حولت قسم من 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 جهود جيشنا العربي السوري باتجاه المنطقة، خاصة الآن في هذه الظروف العصيبة التي مر بها أخواتنا الفلسطينيين في غزة. هنا نسأل عن يعني الاتفاقات الأمنية بين تركيا وروسيا في تلك المنطقة ومصير هذه الاتفاقات، في ظل ما تتفضل حضرتك بأنه هو محاولة لعملية عسكرية كبيرة في المنطقة.
أنا أعتقد وقلت سابقا وذكرت بأن أردوغان يعني بعد مؤتمر الناتو الأخير، اجتماع الناتو الأخير، يبدو أنه اطلع على مخطط خاص في المنطقة. كررت هذا الكلام سابقا، قد أشرع بوجهه عن الاتفاقيات الروسية مع بوتين، وأدار ظهره أيضا للتطبيع الذي كان يلهث وراءه في سوريا. يعني أعتقد بأن هذه التفاهمات الآن تخضع لما يجري في العالم. يعني لدينا لعبة أمم في أوكرانيا وفي غزة الآن، يعني أحداث غزة تسيطر الآن على العالم، بدءا من غزة حتى مجلس الأمن والأمم المتحدة كما تعلمون. يعني أعتقد بأن هذه الاتفاقات رهن بهذه التطورات التي ستحدث في المنطقة وفي أوكرانيا. بناء عليه يتم، لأن أردوغان كما تعلمون رجل ثعلبي براغماتي، يعني يتغير مع الأحداث مع الوقائع، يعني يعني لا نفهم أمان أكثر له سيادة ولا العميد عهود معه. لنفهم أكثر نعم سيادة العميد، هذا التصعيد سبقه تفاهمات أو خلافات روسية تركية؟ لا أعتقد، أعتقد تفاهمات، أعتقد تفاهمات، لأن العكس قد يؤدي إلى تدخل تركي، وهذا لا أعتقد أنه، يعني أو إخطار التركي بما يحدث. طيب، نعم هل في أي رسائل أيضا روسية برأيك إلى الجانب التركي؟ في طبيعة الحال الجانب التركي، الجانب الروسي يريد أن يفهم التركي بأن العالم تغير، والأحداث التي تجري في غزة وفي أوكرانيا أحداث عالمية على مستوى يعني العالم، وفي تموضعات استراتيجية ستحدث في العالم بناء على هذين. يعني ما حدث في غزة لن يكون كما بعده، يعني قبله لم يكن كما بعده، وكذلك في أوكرانيا. فالروس ينتصر في أوكرانيا، والفلسطينيون ينتصرون ولو معنويا في فلسطين المحتلة. فبناء على هذه الملفات الكبيرة سيتم تحديد المواقف كلها في العالم. فاتني أن ذكرتيني بنوع من الطائرات الروسية التي أدخلها الروسي. نعم حقيقة الروسي دائما هو دولة صناعة عسكرية ضخمة جدا. يعني أنا درست في روسيا وأعلم الكثير، دائما يطورون أسلحتهم بشكل دائم ويستخدمونها طبعا في ميدان المعارك عندما تكون الفرصة سانحة لمثل هذه الأسلحة. حضرتك في بداية نعم كلامك ذكرت أنه يعني هي مقدمة لعملية عسكرية كبيرة، هل بمعنى آخر يعني المنطقة المراد اليوم إعادة السيطرة عليها من قبل روسيا وقوات الحكومة السورية ما هي؟ هل هي مجرد يعني عمليات للضغط على الفصائل المسلحة هناك لإعادة السيطرة على أنفور، أو أنه يعني هناك أبعد من ذلك؟ الآن دائما الهدف أن أدرك كما تعلمون سورية رئيسية وهامة جدا بالنسبة لسوريا من جميع النواحي، جغرافيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا حتى، ومنها تنطلق التفاهمات مع تركيا واتفاق أضنة ب 98 وغيره. هي منطقة حدودية، محافظة حدودية مع تركيا، وهي هامة جدا بالنسبة لسوريا. دائما هي الهدف، هدف القوات السورية تحرير إدلب من هؤلاء الإرهابيين الذين يسيطرون على هذه المنطقة. أعتقد بأن يعني التفاهمات التركية عن تأمين الخط انفور، فقد يكون الروسي أخطره بأن انفور سيتم السيطرة عليه، ستتم السيطرة عليه. يعني الهدف دائما هو إدلب، هو إدلب، هو استعادة إدلب، ولكن الخطوات التكتيكية والعملياتية يعني تقودنا إلى هذا الهدف الاستراتيجي أكيد. وهل من الممكن أن تتغير بشكل ما أو بآخر كل التفاهمات الأمنية في المنطقة بشكل عام أو مع الحدود السورية التركية؟ نعم أعتقد قد تتغير، لأن كما ذكرت لك الأحداث الجارية في فلسطين المحتلة هذه الأيام هي أحداث كبيرة، وكرة النار تتدحرج في هذه المنطقة وقد تشمل المنطقة بالكامل، وبالتالي
سيتم سيكون هناك يعني ستخلق تفاهمات جديدة، ولكن الدول الكبيرة يعني تبقى علاقاتها مع بعضها كبيرة، يعني لا يمكن المجموعة الإرهابية تؤثر على العلاقة بين روسيا وتركيا. يعني بهاي النقطة أثرت أيضا لدي سؤال أخير، هل من الممكن أن تنخرط تركيا بعملية ضد اليوم التصعيد والعمليات التي تقوم بها قوات الحكومة السورية وروسيا برأيك؟ لا يعني أعتقد، لا أعتقد ذلك. ولو كان أردوغان، يعني لاحظي أردوغان الآن يعني ما فعله في المنطقة وما فعله من توجيه جزء من جهودنا باتجاه منطقة إدلب نتيجة حمايته للإرهابيين، يعني شتت جهود الجيش العربي السوري عن القضية الأساسية. إذن هو يتماهى مع الموقف الصهيوني. إذن أشكر، هو يتماهى مع الموقف نعم الصهيوني تماما. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه القراءة. من دمشق العميد المتقاعد سهيل تلجا، خبير عسكري واستراتيجي ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة ما تبقى من حديث.